كابتن ابراهيم. يا كابتن ابراهيم مشرف ومنور، الصوت واضح كده. يا حبيبي صباح الخير استاذ كريم عليك وعلى الساده المشاهدين. ومين معاك في الاستوديو؟ معايا اهو محمد جمال ومحمود ضياء، بنتكلم عن كاس العالم. ربنا يوفقهم يا رب، صباح الفل عليهم وموفقين دايما ان شاء الله. وبيسالوا فين الكابتن ابراهيم نور الدين من كاس العالم؟ طب الحمد لله. ليه بقى؟ عندنا بدري شويه. شرفتنا النهارده وعملت اداء محترم جدا يا كابتن ابراهيم، وده المعتاد منك بصراحه يعني، والناس كلها النهارده واخده صورتك مع ليونيل ميسي. طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نظهر التحكيم المصري بشكل في المستوى المطلوب، ونتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه انا وكل زمايلي باذن الله نمشي على هذا المستوى، وان شاء الله نشوف طاقم تحكيم كامل باذن الله في 2026 ان شاء الله. يعني من الحاجات المهمه جدا انه انك بتدير المباراه ديت، وحسب ما عرفت انا عرفت ان انت اتكلمت فعملت اكتر من مداخله وقريتها، انه ده كان بطلب من الاتحاد الاماراتي في الوقت اللي احنا هنا بنقعد نقول سمعه الحكم المصري في الخارج والحكم المصري ما بقاش مطلوب وخلافه. يعني الان مباراه كبيره ومهمه للارجنتين وهي داخله كاس العالم مع المنتخب الاماراتي ويديرها طاقم تحكيم مصري. طبعا احنا بنشكر الاتحاد الاماراتي المحترم، شعب الامارات كله اللي بيعشقوا المصريين، واحنا بنبادلهم طبعا نفس الشعور على اختيارهم وعلى ثقتهم في التحكيم المصري بصفه عامه وفي الطاقم ده بصفه خاصه، بنشكرهم جدا ونتمنى ان احنا نكون عندنا مردود يخلوهم ان شاء الله في المحافل الدوليه الجايه يكون زمايلي كمل، وبتمنى التوفيق لكابتن محمود البنا. عنده ماتش ان شاء الله يوم السبت الامارات واوزبكستان، وده ثاني ماتش طاقم تحكيم مصري يحكمه في الامارات. هايل. ان شاء الله نشوف زي محمد عبد الله ممثل العرب الحكم الدولي الاماراتي في المباراه النهائيه، هو وصديقنا العزيز واخونا محمود ابو الرجال الحكم المساعد ان شاء الله. ان شاء الله اللقاء مع ليونيل ميسي هو لقاء خاص طبعا يا كابتن ابراهيم، احنا لما نشوف ليونيل ميسي في التلفزيون بنقعد قاعدين قدام التلفزيون ما بتسيبوش، انت قاعد بتحكم له مباراه. انت تخيل 12000 مشجع التذاكر نفذت امبارح في التدريب وصلوا التدريب كان فيه 12000 متفرج، والنهارده 12000 متفرج بيتفرجوا على المباراه. المدربات كلها العرب والاماراتيين سعداء بميسي ورحبوا بيه وفريق الارجنتين، منتهى الرقي ومنتهى الذوق في التعامل. ده طبيعي، ده طبيعي الجماهير، انا بكلمك على احساسك انت بقى. انا يعني الحمد لله طبعا انا سعيد جدا ان انا كنت موجود في مباراه زيات، هي تعتبر الاهم قبل استهداف كاس العالم زي ما انت شفت كده، ان دي اقوى مباراه يعني او منتخب من المنتخبات المرشحه للفوز بكاس العالم، وفيها لعيب من اعظم او من افضل لعيب العالم مع فخر بلدنا طبعا الكابتن محمد صلاح، اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب كابتن اتفضل. تمام اتفضل كمل يا كابتن. بقت عيانه قوي الصراحه. كابتن ابراهيم انا هسالك بقى سؤال مهم جدا، انت اول ما نزل او بدات المباراه ونزلت الصور بتاعتك مع ليونيل ميسي، بدات الناس، وانا عارف ان انت شاطر في السوشيال ميديا وبتتابع، بدات تسال بتقول ايه يا ترى الكابتن ابراهيم نور الدين بيقول ايه ليونيل ميسي دلوقتي، بيحذره ولا بيهدده ولا بيقول له هطلع لك كارت اصفر واحمر، قلت ايه لميسي في اللقطه دي؟ لا خالص، هو في بروتوكول ومراسم بتتعمل قبل المباراه، اللي بيبقى فيه توس معانا مكتوب من ناحيه فيفا ومن ناحيه تانية فير بلاي، لون اخضر ولون ازرق، فانت الاثنين اللعيبه كباتن الفرقه انت بتقول له دوت يختار ويختار عشان خاطر القرعه مين يبدا بالكوره ومين يختار نص الملعب اللي هيكون موجود فيه يهاجم في النص الاخر. احنا عملنا بروتوكول وقلنا له يعني حاولوا تبقوا هاديين عشان ما يحصلش اصابات وحاولوا ما يبقاش في اعتراض، يعني كلام كده في زي ما بيحصل في اي مباراه في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا او في دوري العرب، فهي يعني حاجه طبيعيه ما فيش حاجه خاصه يعني. اتعاملنا مع مباراه كانها مباراه احنا كنا مركزين جدا عشان الشكل بتاع التحكيم المصري يطلع بشكل كويس. هايل. العالم كله بيتفرج على المباراه 100%. دار بينك حوار مع ميسي في اي لحظه من لحظات المباراه؟ ايه؟ دار بينك وبين ميسي اي حوار في اي لحظه من لحظات المباراه؟ لا حوار شخصي، مفيش حوار شخصي ده ما بيننا. لا حوار اداري حتى يعني يعني يرجع في حسب فاول فاعتذر، سوري انا كنت بفكر ما بعرفش اتكلم انجليزي، طلع بيتكلم انجليزي الصراحه، يعني
كويس ولذيذ جدا في الملعب، وفي التساؤلات العشر الاربعه بقول له من فضلك ارجع، فالراجل رجع، فما فيش حاجه خالص. هو لعيب على فكره، هو لعيب زيه بيتعامل زيه زي اي لاعب في الملعب. انا ما شفتش اي حاجه مميزه فيه غير مهارته طبعا، لكن هو على المستوى الاخلاقي، ودي رساله بننقلها زي ما قلت في كل البرامج للعيبه اخواتنا في مصر، اللي مش عايزين شد ما بينك وما بين الحكم عشان خاطر الشد دوت بيوترك ويوتره. لا، وانت بتتكلم، انت بتتكلم على اسطوره الكوره يعني، اسطوره الكوره ما بيجيش يقول لك بقى انا ليونيل ميسي و... عليك انت اسطوره الكوره، هو الراجل ملتزم، اتسفر عليه فاول اعتذر ومشي والموضوع عادي. انت هنا ممكن رمي التماس تبص تلاقي 90 واحد بيعترضوا زعلانين ان في رمي التماس غلط، عادي الموضوع عادي يعني. فاحنا عايزين شويه هدوء كده عشان يبقى التعامل ما بيننا وما بين بعض في رقي زي ما شفنا النهارده. في لقطه كده وانا بتفرج على المباراه، كنت انت واقف جنب ليونيل ميسي وديبول ونطقت الكرة كده تنطيقه بسيطه كده، قلت الكابتن ابراهيم عايز يوريهم برضو ان احنا جامدين. بس انا قلت له كنت عايز اقول له تعرف تعمل دي. طب تعرف تعمل دي؟ قلت حته. وبعدين يا كابتن ابراهيم، انت الوحيد اللي في العالم دلوقتي اللي حكم لثلاثه ميسي، احمد عادل ميسي ومصطفى سعد ميسي وليونيل ميسي. طب الحمد لله، عقبال علي ابني يطلع علي ميسي ان شاء الله وحكمه ربنا. ربنا يحفظه ان شاء الله. مش زعلان، مش متضايق؟ احنا زعلانين ومتضايقين ان انت مش موجود في كاس العالم. معلش، كل شيء نصيب، وانا ممكن كنت اروح كاس العالم واحكم لاي فرقه ماتش عادي كده وامشي وخلاص. فانا دلوقتي المباراه ديت عوض من ربنا يعني ان انا ما رحتش كاس العالم، وان شاء الله احنا كلنا موجودين في محمود ابو الرجال يقدر يحقق طموحنا كلنا ونشوفه في اعلى مستوى في المباريات ان شاء الله، ويكون موجود في المباراه النهائيه. وكل شيء نصيب الحمد لله على اللي ربنا كاتبه يعني، الحمد لله. اخر حاجه بقى، عشان عارف انت النهارده اتكلمت اكتر ما حكمت كمان النهارده، يعني الموضوع كان صعب انا عارف. اخر حاجه، دايما الناس تتحدث عن الكابتن ابراهيم نور الدين، الجماهير يعني، انه بيبقى عصبي مع اللاعبين في الملعب، وانه بيبقى اجريسيف احيانا، وطريقته مع اللاعبين. انت بتسمع الكلام ده اكيد من الناس طول الوقت، تقول لهم ايه؟ انا مش هقدر. بص يا كابتن كريم، طالما كل او مجموعه كبيره بتتكلم مش عاجبها طريقتي، مش عاجبها اسلوبي، يبقى انا المفروض عليا ان انا اغير دوت. انا بعتذر لهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه اقدر اغير من نفسي عشان خاطر النقد يقل شويه. محترم يا كابتن ابراهيم كالعاده. كابتن ابراهيم نور الدين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك وبحييك على ادائك النهارده في مباراه الارجنتين والامارات الوديه قبل دخول الارجنتين ان شاء الله الى كاس العالم.